طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موعدنا في شرح مفردات خط النسخ، كنا قد وعدناكم وسأبدأ معكم اليوم في شرح المفردات، ولكن قد تكون بشكل مختلف قليلا، وهو أني لن أبدأ بألف وباء وجيم ودال بهذا الشكل، لكني سأبدأ من منطلق الأحرف المتشابهة والتي أسميتها قبل فترة بالأبجدية الفنية. سنبدأ بأول مجموعة من هذه المجموعات، وهي تشمل الألف والكاف واللام والطاء والميم واللام ألف، وهي التي تعتمد على حرف الألف في الشكل العام. حرف الألف في شكله العام في خط النسخ يوجد به ميلان قليلا في وقت متأخر إلى اليسار. الميلان جاء متأخر طبعا، ليس في بدايته، كان أكثر وقوفا. فهذا الميلان نجده مائل إلى جهة اليسار، ونزول القلم بالألف لا ننزل بكل القلم بهذا الشكل بعرض القلم كاملا، بل نضع زاوية القلم هكذا، يعني ليست بهذا الشكل بل بهذا الشكل. إذا وضعنا القلم بهذا الشكل ونزلنا سيكون عرض القلم بهذا الشكل عند النزول. أما عن طول الألف فيختلف طوله من أسلوب إلى آخر ومن مدرسة إلى أخرى. إذا افترضنا أو اعتمدنا هذا الحجم لحرف الألف، سنطبق عليه ما سيأتي معنا من الأحرف المتشابهة التي تشبه الألف. نأتي الآن إلى حرف الكاف، وهو أقرب شيء لحرف الألف. حرف الكاف نبدأ به بالزلف. هذا الزلف كيف يكتب؟ إما على شكل نقطة ثم نأخذ من داخل النقطة وننزل بهذا الشكل، أو نقطة بها ميلان إلى الداخل بهذا الشكل، ثم نضع القلم في الداخل هنا وليس في الخارج، ليس من هنا، من الداخل، وننزل بهذا الشكل. أول حركة في الكاف هي عمل الزلف، أو ممكن نعمل الألف ثم بعد هذا نعمل الزلف، لا بأس. ثم ننزل بالقلم بنفس طول حرف الألف الذي اعتمدنا عليه هنا، نفس الطول. ثم نأخذ الجزء الزائد من حرف الكاف من داخل سواد الألف وليس من الخارج، من هنا، من داخل سواد الألف، نضع القلم هنا ثم نمشي بشكل مائل. طبعا هذا الشكل المائل يعتبر أحد أساليب الكاف، ولكن هناك أسلوب آخر أيضا مستقيم بدون أي دوران، وأسلوب آخر به دوران يشبه حرف الباء. فنضع القلم هنا ثم نتحرك بهذا الشكل. هذه الحركة كم مقدارها؟ تساوي ثلثي الألف. يعني إذا قسمنا الألف إلى ثلاثة أقسام فإن هذه الحركة تساوي هذا الجزء من ألف الكاف. ثم نضع الكاف الصغيرة في الداخل بهذا الشكل. تكون بهذا الشكل. نأتي إلى حرف اللام. حرف اللام نأتي إلى نفس الطول حرف الألف ونفس الزلف التي وضعناها في الكاف، ثم نتجه إلى هذا المكان. حرف اللام يختلف عن حرف الألف أن حرف الألف عندما وضعنا الحركة الثانية أخذنا من جزء الألف، بينما اللام لا نأخذ من جزء الألف، نأخذ من خارج الألف، يعني أن هناك زيادة أيضا خارج جسم الألف المتفق عليه. فهذه الزيادة هي هنا في الخارج، ثم ننزل بالقلم بهذا الشكل، ثم نستقيم قليلا، ثم نبدأ بعملية الدوران. وهذا الجزء من اللام ليس مثل الكاف يساوي ثلثي الألف، هذا الجزء من اللام يساوي نصف الألف،
هذا الجزء يساوي هذا الفراغ يساوي نصف الألف. نأتي الآن إلى حرف الطاء. حرف الطاء نضع القلم بهذا الشكل هنا، ثم نتجه يمين إلى الأعلى حتى نصعد تقريبا قريب من نصف الألف. إذا كان هذا الألف فنحن وصلنا إلى قريب النصف في حرف الطاء. ثم نبدأ النزول بهذا الشكل إلى هنا. هذا النزول يأتي إلى منتصف هذا الجزء من الطاء. ثم من هذا الجزء نضع القلم هنا ونرسم حركة الباء، حرف الباء تماما. ثم الألف من الأصل فيه أن يكون في هذا المكان، ألف الطاء إلى هنا، ولكن سواد الطاء هذا يأخذ منه من أجزائه، فنضع الزرف هنا ثم ننزل إلى الطاء ونقف. ولو حسبنا الألف من هنا إلى هنا سنجد أنه نفس الألف في الكاف ونفس الألف في اللام. الألف يرتكز في الطاء على نهاية البياض في هذا المكان وليس هنا أو هنا. الثلث أكثر دخولا لكن النسخ هنا في هذا المكان. طيب نأتي إلى حرف الميم. حرف الميم هو عبارة عن رأس ميم ثم حرف ألف. رأس الميم نبدأ فيه بهذا الشكل، نضع القلم هنا نفس الطريقة التي وضعنا بها في بداية حرف الطاء، ثم ننزل بحرف الميم حتى يصل هذا الجزء من القلم يساوي رأس الميم. إذا وصلنا بهذا الشكل إلى هنا نقف، ثم نضع القلم هنا ونبدأ عملية الدوران. تقف عملية الدوران عند رأس الميم هذا الشكل، ثم عملية استقامة بسيطة في هذا المكان. إذا وصلنا إلى هنا نضع حرف ألف كما كتبناه في الأحرف السابقة، حرف ألف تماما. وهذا الجزء يشبه حرف اللام كما تكلمنا من قبل عن هذا الشيء. وهذا الجزء يأتي بهذا المكان، رأس الميم يكون هنا، لا يكون هناك زيادة يعني هكذا بهذا الشكل. وهذا الجزء يساوي هذا، يصل إلى رأس حرف الميم. البعض يبالغ في هذه الحركة فقط للتنبيه، البعض يبالغ بها فيضعها بهذا الشكل فيكون هذا كأنه نفس الرأس. لا يبالغ هنا، الخروج هذا بسيط جدا فقط للوصول إلى الميلان. هذا بالنسبة لحرف الميم. بالنسبة للام ألف، نضع زلف نفس الذي عملناه في حرف الكاف، ثم ننزل مع تعديل بسيط عند النزول بهذا الشكل. يعني هذا الثلث الأول شبه مستقيم، ثم الثلث الثاني يبدأ بالتغيير، والثلث الأخير هو الذي به الميلان كاملا. ثم نضع القلم هنا أقل من هذه المسافة قليلا مع تحريك بسيط تغيير بسيط ثم استقامة حتى نصل إلى هذا المكان. نخرج هذا الخروج، هذا الخروج طبعا أقل من يعني أكثر يسارا من الرأس، الرأس هنا والخروج أقل منه.
ثم نضع القلم هنا ونكمل مع هذا السواد الذي هنا وليس تحته، مع السواد بهذا الشكل. ثم نضع الحلية هنا أيضا، حلية موجودة. وهذا لا يكون طويلا، قصير بحيث أنه يشابه حركة الدال، عندما نأتي إلى حرف الدال يشابهه. هذا بالنسبة للحروف التي تشارك الألف في الصورة. الألف، الكاف تشاركها هنا، واللام أيضا تشاركها هنا، والطاء تشاركها في الألف، والميم تشاركها في ذيلها، ثم هنا اللام ألف تشاركها في هذا الجزء. وننتقل الآن إلى المجموعة الثانية، وهي مجموعة الباء. هما حرفان فقط. الباء يكتب بهذه الطريقة. أولا نعمل زلف، يبدأ عريضا وينتهي نحيفا، ينتهي بهذا الزاوية ويبدأ بهذه الزاوية، بداية الزاوية مختلف عن نهاية الزاوية بهذا الشكل. ثم نضع القلم هنا ونستمر بشكل مستقيم حتى نصل إلى هذا الجزء. ثم نبدأ بالتغيير، ثم آخر شيء نبدأ بتغيير الحركة الأخيرة. لدينا هنا تقوس طبعا مهم، ليس مستقيم بهذا الشكل، لا يوجد تقوس للباء. وأيضا الاستقامة توجد في بدايته وليست في النهاية، يعني نعمل استقامة ثم نبدأ استقامة مع تغيير هنا، ثم التغيير الأخير والجذري يكون في الجزء الثالث من حرف الباء. ثم إذا فهمنا هذا الشكل جيدا، سنفهم أن حرف الفاء إنما هو حرف باء، ولكن بزيادة رأس فقط. والخطاطون يختلفون قليلا في هذه المسألة، هل إذا أدخل رأس الفاء على الباء هل تبقى هذه المساحة فقط، أم أن الفاء نبدأ به من خارج الباء حتى يأخذ مساحة باء كاملة؟ وهذه المسألة طبعا عادية على حسب الرأي. إذا ترى أن هذا المساحة تكفي فنيا أو ذوقا فتكفي، إذا ترى أن تزيدها فلتزد لا بأس. فعندما نكتب فاء بهذا الشكل، نزول قليلا ثم صعود، نضع القلم هنا، لا ننزل من هنا مباشرة، نصعد قليلا بهذا الشكل. صعدنا قليلا ثم يكون عملية النزول التي تشبه الباء، هذا الجزء أيضا يشبه الباء. ثم نضع القلم هنا مثل الباء ونعمل بقية الأجزاء وكأنه حرف ماذا؟ حرف باء. أنا زدت قليلا في المساحة طبعا، ليست باء كاملة وليست أقل من الباء بهذا الشكل. هنا طبعا الفراغ بسيط جدا، البياض يكاد يكون هو نفسه البياض الذي داخل رأس الفاء. وهذا الحرفان فقط هما الوحيدان في المجموعة هذه اللذان يشبهان بعضهما في حركة التقوس التي هي جسم الباء. نأتي إلى المجموعة الثالثة، وهي أكبر المجموعات، وهي المجموعة التي تشترك الأحرف فيها مع حرف النون. عندما نكتب حرف النون نبدأ به بحسب القلم طبعا، إما تقوس وإما نقطة مع نزول بهذا الشكل. كان القلم صغير أو إذا كان القلم كبير، لكن نفس الشكل تقريبا، فقط في تحريك القلم يختلف قليلا. فنضع بهذا الشكل وننتبه إلى هذا الميلان لأنه مهم جدا لدينا عند الكتابة. ثم بعد أن نضع هذا الشكل، نضع القلم هنا ونعمل بشكل مستقيم حتى نصل إلى هذا المكان.
ثم من هذا المكان الذي هو القوس هذا نبدأ تغيير القلم قليلا بالاستقامة ثم بالدوران هكذا، فقط مع التفصيل تغير شكله قليلا. ونهاية النون لا تصل حتى الأعلى، هي تقف كأقصى حد عند السن الأنسي من القلم هنا أو حتى تحت، وتعتمد على ما بعدها. إذا كانت مفردة تقف هنا لا بأس، أما إذا كان بعدها حرف مركب عليها فتقف في الأسفل بهذا الشكل. ثم حرف النون، الفلسفة الفنية فيه عند الخطاطين هي تشبه فلسفة الباء مع الفاء، قلنا الباء مع الفاء، هل الفاء نبدأ به من هنا أم من الخارج؟ أيضا تختلف فلسفة النون عند الخطاطين بهذا الشكل. الآن يشترك مع النون عندنا السين، يشترك مع النون لأن هذه نون، وعندنا القاف أيضا يشترك مع النون، وعندنا الصاد أيضا يشترك مع النون، وعندنا أيضا الياء هذا الجزء يشترك مع النون، وعندنا اللام أيضا يشترك مع النون بهذا الشكل. فكل الأحرف التي تشترك مع النون هي تشترك معها خارجيا وليس داخليا. انظروا السين خارج النون ليس داخله، الصاد خارج النون، الياء في الداخل، اللام خارج النون، فبقي معنا الياء وبقي معنا القاف. طبعا الياء جزء منها في الخارج، إذا افترضنا أن هذه نون فهذا الجزء في الخارج وهذا الجزء داخل النون، ولذلك تجدون بعض الخطاطين عندما يكتب القاف يعطيها مساحة أكبر، مساحة أكبر، الكأس أكبر من مساحة من كأس النون العادي، والياء لا يضعونها على حالتها الطبيعية، فقط يكبرون كأس القاف لأن القاف داخل الكأس وليس خارج الكأس، ولذلك تجدون خلاف حتى عن شوقي مثلا في كأس القاف يختلف عن بقية الكؤوس. وإذا أردتم تجعلونها واحدة فلا بأس، المهم تتبعون يعني أسلوب واحد في القياس. نأتي إلى السين، السين عبارة عن جزء بهذا الشكل صغير وليس كأنه باء، صغير، ثم ننطلق من هذا الجزء إلى الأعلى حتى نصل إلى السن الأنسي من الحركة الأولى، ثم نضع قطة القلم في الأعلى هنا، تكون قطة القلم في الأعلى. إذا وضعنا قطة القلم في الأعلى نبدأ بعد هذا من الأسفل وليس من الأعلى، يعني ليس هكذا، ليس تمام، نبدأ بها من الأسفل، نضع قطة القلم هنا ثم نضع القلم في الأسفل ثم نتحرك بحيث لا نؤثر على هذا الجزء عند الكتابة. واضح كيف؟ هكذا هذا الشكل. ثم هنا نضع حركة النون لكنها نون ناقصة. ما الذي ينقص في النون؟ النون الناقصة هنا، هذه الزيادة ناقصة في النون فقط، هي التي تختفي. والصاد أيضا نفس الشيء، طبعا الصاد نفس الطاء لذلك لن أشرحها، هنا أيضا هذا النقص الموجود. أيضا معنا القاف، وقلنا أن القاف البعض يكتبها كبيرة يعطيها كأس أكبر من اللازم، بهذا الشكل بسبب دخول القاف. ولو كتبناها نونا لوجدنا أن النون هنا، إذا كانت هذه نون تكون النون بهذا الشكل، لكن لأن القاف رأس القاف دخل في الداخل فنعطي زيادة أكثر في حرف القاف. طبعا هذا على من يرى، إذا تريد تكتبها نفس النون ما في إشكال، فقط من الناحية البصرية إذا كتبت نون فقط ورأس القاف في الداخل سنجد أن هذا المكان ضيق جدا، فلذلك يعطونها مساحة
أكبر من المساحة المعتادة. ويصل إلى هذا المكان وليس إلى النهاية. عندنا أيضا اللام شرحناها قبل، تأخذ من النون، تأخذ من النون الكأس الذي في الأسفل، وتأخذ من الألف هذا الجزء الذي في الأعلى، فهي حرف مركب من حرفين متشابهين في مجموعتين. نأتي إلى الياء. الياء نبدأ بها بهذه الطريقة، ثم استقام دوران، ثم استقامة بسيطة في هذا الجزء، ثم نبدأ بتغيير بسيط مع دوران، وليس بهذا الشكل. انظروا، ليس زاوية هنا، هنا دوران بسيط ثم نزول بسيط. هذا النزول قد يكون مقابل لهذا الجزء أو أبعد منه قليلا. بعد أن نضع هذا الجزء هنا، نبدأ بشكل مستقيم حتى هذا المكان، وهو نفس الشيء الذي عملناه في النون، ثم نبدأ بالتغيير البسيط ثم دوران، نفس حركة النون تماما. هنا كما قلنا، البعض يرى أن تكون هذه فقط نون، يعني يكون هذا المكان ضيق، والبعض يعطيها سعة أكثر قليلا مثل القاف. طيب، نأتي إلى المجموعة الثالثة، وهي أو عفوا المجموعة الرابعة عفوا، وهي مجموعة العين والحاء، وهما حرفان فقط كما في الباء والفاء. مجموعة الحاء، نبدأ حرف الحاء بالذهاب إلى اليسار مع نزول، ثم الحركة الثانية نصعد إلى الأعلى مع الطمس الحركة الأولى بهذا الشكل، ثم نذهب إلى اليمين مع نزول بسيط جدا، هذا النزول لا يظهر بهذا الشكل. ثم نرجع بالقلم إلى المنتصف. إذا وصلنا إلى منتصف الحرف، نبدأ نغير مسار القلم إلى هذا المسار، فيكون معنا بهذا الشكل، وننزل حتى لا نخرج من رأس الحاء، ننزل إلى هذا الشكل. وهذا الجزء طبعا هو يساوي رأس الحاء. إذا قسنا هذه المسافة مع هذه المسافة هي واحدة، المسافة هذه المسافة اللي هي مسافة النزول حتى الوقوف. ثم نعطي حركة استقامة بسيطة جدا، من حركة الاستقامة هذه ننطلق إلى اليمين لإكمال ما تبقى من جسم الحاء. طبعا يخرج جسم الحاء هنا، يخرج مسافة بسيطة جدا، تقريبا هي هذه المسافة هنا، هذا الفراغ البياض خروج. وهذه الاستقامة التي هنا هي غيرت مسار القوسين، لأن لو صار قوسين فقط بهذا الشكل، انظروا، لن يكون هناك جمالية للقوسين بدون الاستقامة التي في المنتصف، التي تعدل الحرف بصريا. وإذا كتبنا العين، سيكون التغيير في هذا المكان فقط، أما ما تبقى سيكون نفس الشيء. حرف العين يكتب بهذا الشكل، نضع القلم هنا كما وضعناه في الصاد، في الجيم، في الياء، نضع القلم هنا ثم نذهب إلى اليمين مع رفع القلم قليلا، ونرسم الأطراف، ننزل بهذا الشكل إلى هنا، ثم نرجع إلى هذا المكان، إما من هنا بهذا الشكل، وإما من هنا أيضا بهذا الشكل، لا بأس. ثم نضع القلم هنا وننزل بهذا الشكل
إلى النصر قريب رأس العين، ثم نعدل قليلا هنا ونضع القلم في الخارج، خطة القلم كلها تكون في خارج رأس العين، ثم ننزل بهذا الشكل. هذا النزول هو نفسه النزول الذي عملناه في الجيم، ثم استقامة بسيطة جدا، ثم بعد هذا نذهب إلى اليمين بهذا الشكل. طبعا هنا نفس الشيء. نأتي إلى المجموعة الخامسة والأخيرة، وهي مجموعة حرف الدال. الدال نبدأ به باستقامة بسيطة، ثم تقوس إلى الأسفل بشكل مائل هكذا، هنا يكون فراغ، ثم نضع القلم هنا، ثم نعدل قليلا كما ذكرنا في حرف الكاف أو استقامة لا بأس. طبعا هنا رأس الدال، ولكن نخرج قليلا عن رأس الدال مع دوران بهذا الشكل، ويزداد هذا المساحة عند التركيب، يزداد قليلا. الذي يشبه حرف الدال معنا عندنا حرف الهاء، عندنا حرف الهاء يشبه هذه الحركة النزول، لكنها بكامل العرض وليس بهذا الشكل مثل الدال، بكامل العرض. ثم أضع القلم هنا ونمشي إلى اليسار متجاوزون الحركة الأولى، نتجاوزها قليلا إلى اليسار، ثم عند التجاوز إلى اليسار نعود إلى إغلاق الدائرة، فتكون هذه الحركة مائلة إلى الداخل بهذا الشكل. والبعض يقوس هذا الجزء قليلا بهذا الشكل. طبعا هذه أساليب فقط، المهم أن الشكل العام يعني الذي نشرحه الآن. يوجد أيضا لدينا حرف الميم المفرد الشكل الآخر، وهو هذا الشكل الذي يشبه حركة الهاء، هذه قريب منها، ولكن فيه دوران مع، وهنا أيضا في استقامة بشكل مائل إلى الأعلى يسارا، وحرف الهاء بهذا الشكل مستقيم. ثم بعد هذا نضع القلم هنا بشكل قوس، ثم من هذا نخرج برأس الميم. ورأس الميم لو وضعنا خطا مستقيما مع ذيل الميم سنجده يقطع رأس الميم إلى قسمين متساويان، إلى قسمين متساويين بهذا الشكل. أيضا معنا حرف الواو والراء. حرف الواو هو تقريبا به نفس حركة الهاء، نفس، لأنه هذه بدايتها كأنها باء، وهذه نفس الأسلوب، فهكذا ثم هكذا ثم نزول. تلاحظون هذا الجزء قريب من هذا الجزء، وهذا أيضا الدوران يشبه هذا الجزء، فلذلك تم وضع الواو في هذا المكان. ثم هذا الجزء هنا نعمله بشكل مستقيم بحدود رأس الواو، يعني هنا بشكل مستقيم مائل هكذا، ليس هكذا، ليس مدور، بشكل مستقيم مائل، ثم يتم التعديل الحركة إلى الأعلى بهذا الشكل. تقريبا رأس الواو إما أن يكون ذيل الواو مثل رأس الواو،
يعني كرأس الواو في الحجم، إما يكون أكبر قليلا عن رأس الواو. أما الراء فهي نفس الشيء بهذا الشكل، التي هي بداية الباء كنا قد شرحناها، ثم نستقيم إلى هنا، ثم نضع القلم بهذا الشكل حتى نرسم الجزء الأخير بهذا الشكل. وبهذا نكون أكملنا المفردات. طبعا أنا لم أشرح بتفصيل كثير لأنه سيأخذ وقت طويل جدا، لكنها ورشة عبارة عن شيء بسيط للطلاب حتى يستفيدوا منها وتكون مرجعا لهم عندما يريدون أن يعودوا إلى الحروف كاملة بشكل سريع. نكتب جملة: تمت الحروف.